أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ساعة في الاقتصاد. نتحدث اليوم عن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الخليجية لعدة دول خليجية، كان آخرها في دولة الكويت. أيضا بالتزامن مع هذه الزيارة كان اجتماع لمنظمة أوبك الأسبوع المنصرم، والذي صدر فيه اتفاق تاريخي يقضي بتخفيض الإنتاج. أيضا بالأمس تجتمع الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك مع دول منتجة من خارج أوبك، وتتفق هذه الدول مجتمعة على اتفاق على تخفيض الإنتاج، وهذا الاتفاق هو يأتي بعد 15 عاما من الاتفاق الأخير عام 2000 أو في نهاية العام 2001. نتحدث بالتفصيل عن زيارة خادم الحرمين الشريفين، أثرها الاقتصادي وبالتزامن مع الاتفاق التاريخي لمنتجي النفط، مع ضيوفنا في هذه الحلقة. لدينا في الاستوديو الأستاذ ناصر قرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، أهلا بك معنا أستاذ ناصر. حياك والله. أيضا أستاذ سلمان العساف مستشار اقتصادي، أرحب بك معنا. أهلا وسهلا. كما سينضم إلينا بعد قليل من الكويت الأستاذ داود معرفي، عضو الاتحاد الخليجي لريادة الأعمال، أهلا بك معنا أستاذ داود. أيضا سينضم إلينا من الدمام بعد قليل الدكتور مصعب الذيب، أستاذ في الإدارة المالية وخبير استراتيجي. نشاهد معنا التقرير التالي لمزيد من التفاصيل حول عناوين حلقتنا لهذا اليوم، ثم نستهل حوارنا. جولة وصفت بالتاريخية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لدول الخليج، تهدف إلى تعزيز أواصر العمل المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة. فالأسعار المتدنية للنفط أفقدت دول المجلس ما يقارب 340 مليار دولار عام 2014، وهو ما يعكس أهمية الزيارة في إيجاد مسارات عمل جديدة لتكثيف آليات التعاون بين الاقتصاديات الخليجية. وتزامن اختتام الجولة مع تحقيق اتفاق تاريخي لأوبك في فيينا بين المنتجين من خارج المنظمة، أثمر عن خفض الإنتاج 1,800,000 برميل يوميا، وهو ما سيسهم في تسريع إعادة التوازن إلى السوق النفطي. الكويت التي كانت المحطة الأخيرة لخادم الحرمين تناولت مباحثاتها استئناف استخراج النفط من حقل الخفجي المشترك، في إشارة إلى حجم التعاون النفطي الوثيق بين البلدين وتأثيرهما كعضوين بارزين في منظمة أوبك، وهو ما وصفه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بأنه يضيف أسسا صلبة في مسار العلاقات وإعلاء المصالح المشتركة في مجابهة التحديات. وقد وضعت الجولة الخليجية للملك سلمان صيغا أكثر متانة للعلاقات من خلال رؤيته حفظه الله لتطوير الأهداف الاستراتيجية في توقيت بليغ يوجه الطريق نحو تحقيق المركز السادس كأكبر تكتل اقتصادي عالمي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد، وارحب مره جديده بضيوفي في هذه الحلقه. استاذ ناصر نستهل الحوار معك في البدايه عن جوله خادم الحرمين الشريفين الى عده دول خليجيه، كان اخرها في دوله الكويت. كيف تقرؤون الدور الاقتصادي والنقاش الاقتصادي الذي جرى مع قاده هذه الدول الخليجيه، اهميه القضايا الاقتصاديه الملحه لمناقشتها في هذه الجوله؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بارك لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وأن كانت شعبا واحدا، لما حدث من تلاحم شعبي على مستوى الدول التي زارها خادم الحرمين الشريفين، وأيضا بقية الدول الأخرى، لأن هذه اللوحة الاجتماعية بالتأكيد جاءت من منطلقات أساسية ومن رؤية استراتيجية لرؤية الملك سلمان في القمة، قمة الرياض، حينما نادى ودعا إلى الانتقال إلى مرحلة أكبر وأكثر انتشارا وأكثر تعميقا. فبالتالي سبقت زيارة الملك حفظه الله إلى هذه المجموعة من الدول الخليجية الشقيقة، سبقها تمهيد على مستوى الوزاري من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتحضير الملفات الساخنة، الملفات التي تحتاج المنطقة أو القمة الخليجية 37 تحتاج إلى تفعيلها أكثر وتوطين قراراتها. فبالتالي جاءت زيارة الملك إلى هذه الدول
بمساريها، المسار الشعبي وهو أقوى تأثير وأكثر لحمة من أي زيارات سابقة، سواء كانت على مستوى مكانة وحجم سلمان بن عبد العزيز أو غير ذلك من التصعيد المعنوي والمرحلي للشارع الخليجي. وأتصور أن علينا أن نستثمر هذا التوجه الخليجي الشعبي الواسع والعميق، أن نعزز بإرادة خليجية أخرى تعزز الصورة الذهنية التي القادمة للاتحاد. وأتونى على الهيئة، على الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن تستثمر هذه المشاعر وهذا الغطاء الشعبي والقاعدة الشعبية العريضة، أن تستثمر في استفتاء خليجي فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي، لأنه سيكون صندوق الاقتراع سيكون أعلى نسبة، لأن المؤشرات في مراكز الدراسات والبحوث تشير إلى أن المرحلة الحالية في أعلى درجات التلاحم الخليجي. زيارة الملك بالتأكيد ليست فقط للجانب الاقتصادي، ولكنها لملفات ساخنة، والحمد لله أنها جاءت على مستوى الطموح والتطور في المنطقة. إذن يصبو الجميع إلى تحول من التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي، العنوان الأكبر والذي ربما يواجه بعض الصعوبات في تحقيقه الآن، إن كنا يعني قد لا نتفق على هذه النظرة، ولكن الأمل بالوصول إلى الاتحاد الخليجي. أستاذ سليمان، من وجهة نظرك أبرز القضايا التي تمت مناقشتها، كيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع في هذا الترابط الاقتصادي الخليجي؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة لدول الخليج هناك عدة عوامل تربطها، أشياء كثيرة تتشابه فيها، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو حتى عسكرية. في الوقت الحاضر لا بد من ترجمة كل هذه الاتفاقيات والقرارات واللجان التي عقدت، سواء خادم الحرمين الشريفين عندما قام بزيارة المنفردة للدول الخليجية أو أثناء اجتماع دول الخليج في المنامة. كل هذه القرارات التي صدرت أو التي اتخذت لا بد أن تترجم على أرض الواقع، سواء على الجوانب السياسية أو العسكرية أو التنموية أو الاقتصادي، وهي ما يهمنا هنا الجانب الاقتصادي. سواء من ناحية السوق الخليجية المشتركة، من ناحية البنك المركزي الخليجي، العملة الموحدة، الإجراءات المتشابهة، عمليات التجارة البينية بين دول الخليج، تسريع إقرار التشريعات الموحدة التي تضمن وتسهل عمل دول الخليج أو المواطنين من دولة إلى دولة، سواء من ناحية الأعمال أو من ناحية التجارة أو الصناعة أو الأخرى. كل الظروف الحالية مهيئة لدول الخليج أن تطبق هذه الإجراءات بسهولة ويسر. الآن الأوضاع، سواء أسعار النفط في اتجاه صعود، الآن كثير من الآن دول الخليج تقريبا ثلاثة منها لديها أو أربعة لديها رؤية مشابهة للرؤية السعودية، كلهم يطمحون إلى تنويع مصادر الدخل، إلى تسهيل الإجراءات، إلى جذب الاستثمارات الخارجية. كل هذه العوامل لا بد من أن تفعل بشكل عملي سريع، سواء في قطاع المال أو قطاع أسواق المال جميعها في البلاد الخليجية. أنتقل إلى ضيفي من الكويت، ينضم إلينا أستاذ داود معرفي. أهلا بك معنا أستاذ داود. جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الدول الخليجية اختتمها بزيارة لدولة الكويت. كيف تابعتم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الكويت والمناقشات على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاقتصادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تشرفنا في استقبال جلالة الملك سلمان في بلد الثاني الكويت، وهي زيارة أبوية بين الأخوة، أخوية وأبوية في نفس الوقت، بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو شيء ليس بغريب على الخليج هذا التكاتف واللحمة والتحديات اللي نواجهها كلنا كدول مجلس التعاون مع بعض، كون أن الخليج ما يمس الخليج يمس جميع دول مجلس التعاون. والله الحمد، يعني يمكن لاحظنا في آخر التصريحات اللي طلعوا فيها في القمة، جميع الرؤساء أكدوا على هناك تحديات اقتصادية وتحديات وتغيرات الدولية اللي قاعدة تصير مؤخرا، واتفق الجميع على أن كيف نخطو خطوة مشتركة خليجية للوصول إلى الهدف السامي، وهو
هدف المصلحة العامة وهي مصلحة الخليج بالنسبة لنا، وهي تصب في المصلحة سواء اقتصادية كانت أو إقليمية في جميع الجوانب اللي تعود بالنفع العام بين الدول الخليج إن شاء الله. أستاذ ناصر، في القمة الخليجية في البحرين هناك اتفاق خليجي على أن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول اقتصادية هي نفسها دول خليجية هي نفسها، وضرورة المضي قدما في تخطي هذه التحديات وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. كيف يجب أن تترجم هذه العناوين على أرض الواقع؟ لا، ليس من الضرورة فهمنا للمعوقات أنها أو السلبيات أنها لا تعالج أو لا تصحح أو لا يمكن تجاوزها. بالتأكيد أي عمل مهما كان صغيرا أو كبيرا لابد إلا ما يواجه مثل هذه الصعوبات، ولكن الصعوبات هي التي تؤدي فيما بعد إلى الحلحلة وإلى تحقيق الرؤية. رؤية المملكة العربية السعودية فيما يتعلق 2030 هي رؤية درست دراسة بعناية ودرست لأجيال قادمة، فبالتالي يعني ليست غريبة على المجتمع السعودي فيما يتعلق بإقبال المجتمع السعودي عليها. ولذلك التحضير الذهني للتحول الاقتصادي انداح أو توسع في منطقة الخليج، وأصبحت يعني الحكومات الخليجية وإن كانت يعني لها قراراتها منفردة لكنها رأت أن هذه الرؤية السعودية قد تصلح أن تكون هي المنطلق لإصلاحات. واليوم أمير الكويت حفظه الله أعلن أمام مجلس الأمة في أول جلسة له بعد ما تم انتخابهم على أن الإصلاحات الاقتصادية والرؤية الكويتية هي أمر ضروري وملح، وبالتالي هذا ينسجم مع توجه المملكة وأيضا عرض المملكة لتجربتها فيما يتعلق بالرؤية 2030. بقية الدول، الإمارات العربية المتحدة قائمة في اقتصادها، في الكثير من مكونات اقتصادها قائمة على السوق السعودي سواء كان الإنسان أو رأس المال. يعني السياحة أو الاستثمار في الإمارات هو أغلبها من المملكة العربية السعودية، فبالتالي هذا التكامل ما أريد أن أصل إليه في هذا الملف والرؤية في هذا الجانب هي كيف نرحل هذا الشعور وتعميقه في البنية الاجتماعية وسط رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي. كيف إذابة الحواجز التي تمنع من زيادة الاستثمار في دول مجلس التعاون؟ كيف ممكن تفعيل القرارات السابقة؟ هناك بالتأكيد في سنوات مضت، مع أن العمر الزمني لمجلس التعاون الخليجي ليس بالعمر الطويل، الوحدة الأوروبية أو غيرها تحتاج أو احتاجت إلى سنوات طويلة، والآن بدأت الهشاشة عليها بخروج بريطانيا، أو ربما أيضا هناك من يتحدث عن إيطاليا أو عن كذا. فلذلك أنا لا أبحث عن في هذا الأمر إلا عن يعني ريادتين. الريادة الأولى هو أعطاء القطاع الخاص والمواطنين دور أكبر في العمل الخليجي لينجح. والأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الأمر أن أننا نزيل المعوقات في النواحي التشريعية في بعض الدول الخليج التي أعاقت لنا العمل الخليجي خلال 30 سنة الماضية. وأعلن عن هيئة شؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية مشكلة من كل الدول مجلس التعاون الخليجي. أستاذ سليمان، رأيك في هذه المسألة، خاصة وأن من المفترض أن يتم التحول من التعاون إلى الاتحاد الخليجي، برأيك كيف يمكن تخطي هذه العقبات؟ هل هي مسألة تشريعات مرتبطة مع دول الخليج جميعها، أم ما الذي نحتاجه بالفعل؟ طبعا هناك بعض المعوقات لإتمام هذا الاتحاد أو حتى من ناحية اقتصادية. أنا أتكلم مثلا اقتصاديات دول الخليج تعتمد على مصدر واحد في أغلبها، تقريبا حوالي 90% من مداخيل الميزانيات هي نفط، حوالي نصف الدخل القومي الخليجي هو يأتي من النفط. فلا بد من أن يعالج هذا الأمر بتنويع الاقتصاد، وقد يعني تم التركيز عليه في الرؤية اللي هو تنويع مصادر الدخل، أن تكون أحاديا تعتمد على النفط فأنت دائما مسيطر عليك منه. ارتفعت الأسعار، أسعار النفط تستطيع أن تعجل عجلة النمو، تطور، تنشئ المشاريع، ولكن إذا انخفض فإنك ستتقيد بقلة الموارد المالية. الأمر الآخر، القطاع الخاص في دول الخليج عموما دوره ضعيف.
تابع. لماذا؟ بسبب أنه يتبع قاطرة الدولة، يعتمد على ضخ الدولة في المشاريع، يعتمد على الدولة في المال. كلما ضخت الدولة في عروق الاقتصاد مال تحرك القطاع الخاص، لابد أن يكون بمعزل عنه، أن يقوم بدور القيادة هو بدل أن يكون في المقعد الخلفي من عملية التنمية. أمور أخرى هناك كذلك التشريعات والتحكيم، لابد أن يعمل مظلة خليجية موحدة من أجل أن يكون جميع مواطني دول التعاون عندما يريد أن يعمل في دولة أخرى لا يضطر أن يخضع للقوانين الخاصة في تلك الدولة، إنما يكون هناك تشريعات وأطر موحدة للجميع. كذلك حركة التوظيف أو العمل الخليجي، يعني دول الخليج بينها تقريبا يعمل فيها ما يقارب حوالي 15 مليون شخص، منهم حوالي 30,000 فقط خليجي يعملون في الدول الخليجية. لابد من رفع هذه النسبة والاستفادة من الأيدي العاملة بين الدول الخليج. هناك عدة أمور لابد من تعديلها، سواء في التشريعات، سواء في الاتحاد الجمركي، سواء في الوحدة النقدية. كل هذه الأمور لابد أن تعالج الاختلالات من أجل السير في المركبة إن شاء الله الاتجاه الصحيح بإذن الله. أرحب بضيفي من الدمام، ينضم إلينا الدكتور مصعب ذيب، أستاذ في إدارة المالية وخبير استراتيجي. أهلا بك معنا دكتور. أسألك عن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الكويت، أبرز القضايا الاقتصادية التي تمت مناقشتها وكيف يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟ أولا أهلا وسهلا بك يا أختي كلير. أهلا بك، وأرحب بك وبضيوفك الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله إلى دولة الكويت، كانت زيارة مشرفة جدا، وكان شعب الكويت أيضا مشرف جدا لنا نحن في المملكة العربية السعودية وفي جميع دول الخليج. طبعا زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الكويت جاءت بنتائج مثمرة جدا على الصعيد الاقتصادي، ونحن نأمل كثيرا أن نوفق في فتح الإنتاج في حقل نفط الخفج المشترك. أستاذ داود، أعود إليك وأسألك يعني عن أهمية هذا الترابط الخليجي فيما يتعلق ب، ولو انتقلنا إلى محور آخر، فيما يتعلق بالاتفاق اتفاق تخفيض الإنتاج في منظمة أوبك مع منتجين من خارج المنظمة بالأمس. كيف ترون هذا الثقل الخليجي ودوره في منظمة أوبك وفي تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية؟ أنا أتفق مع الأخوان على ما ذكروه في ما يتعلق في تغريب المسافات واستغلال الموارد بدولنا والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وأيضا استغلال النفط بشكل خاص وتنويع مصادر الدخل أيضا من خلال النفط نفسه، من خلال تأسيس بعض المصانع التي تعطي بالمواد، تحويل المواد من مواد خام إلى مواد أخرى، ولا يصدر النفط الخام في شكله الأساسي ويتم استيراده في نوعية أخرى. بالنسبة حق الموقف اللي قام فيه الخليج، كان موقف جدا موفق في أنه يخفف الإنتاج لإعادة هيمنة النفط وزيادة أسعار هذا النفط ورجوعه إلى أرقامه الطبيعية التي فعلا أثرت إلى دول الخليج كلها في السلب خلال الفترة اللي طافت. ولكن اليوم مع التنفيذ للرؤية الخليجية فيما ذكر في القمة السابقة، قد يكون يعني تجاوب كبير من دول مجلس التعاون، لأن الجميع محتاج إلى هالنوع من العمليات وتخفيف الإنتاج لإعادة النفط كما هو عليه سابقا، وتنويع مصادر الدخل لا يقتصر على النفط فقط، ولكن هناك العديد من الأمور اللي نحتاج فعلا أن ننظر فيها، منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأختلف مع أحد الأخوان اللي ذكر أن القطاع الخاص دوره ضعيف في هذا الجانب، بالعكس، والدليل على ذلك قمنا في عمل اتحاد خليجي لريادة الأعمال، ومركزه الرياض كان في ذاك الحين في 2013، وكان دور القطاع الخاص، كوني أنا أحد أعضاء هذا القطاع الخاص،
تفاعلنا في السابق، لأن دول الخليج تحتاج فعلا أن تكون تحت مظلة واحدة اقتصادية لإمكانية تسهيل العلاقات بيننا وبين بعض كدول خليجية، وفتح الأسواق على بعض على أساس نكون أكثر استفادة من مواردنا من خلال الأراضي الصناعية المتاحة في بعض الدول، وهناك بعض الفكر الإبداعي في بعض الدول الأخرى، والمزيج هذا الاقتصادي كون أن مجتمعنا قريب من بعض، من ممكن أن احنا نكون أفضل اتحاد خليجي اقتصادي قد ينمو بشكل متناغم جدا. نعم أستاذ ناصر، عندما أتحدث عن دور القطاع الخاص على المستوى الخليجي، هل يجب توحيد الإجراءات، توحيد قانون الاستثمار في المنطقة الخليجية، أم الإبقاء على قانون الاستثمار في كل دولة على حدا لما يميزه، وكيف يمكن تسهيل انتقال رؤوس الأموال للمستثمرين في الدول الخليجية؟ الحركة الاقتصادية في المنطقة تعتبر منطقة الخليج من أكبر المراكز في العالم تصديرا لرؤوس الأموال، ومعروف يعني ورئيسة وزراء بريطانيا حينما أتت على عجل للقمة وشاركت وقدمت المشروع البريطاني، كان ضمن الملفات التي قدمتها وناقشتها موضوع الاستثمارات الخليجية في بريطانيا. نحن في دول مجلس التعاون الخليجي امتدادا للطرح الذي سبق، اولا القطاع الخاص في المنطقه بشكل عام سواء كان سعوديا او كويتيا اماراتيا معروف انه من انشط ولكن البيئه التشريعيه تحد من ذلك. اتصور ان هناك يعني مشاريع قادمه ويجب ان تفهمها دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مجموعه ما تبحثها الان فيما يتعلق بتطوير اليه العمل او الانتقال من حتى البنيه التحتيه الخليجيه لم تنتهي بعد، يعني السكك الحديديه، الموانئ، فيما يتعلق بالنقل، يعني حتى الان لم تكتمل. انا لا اتصور انه قبل 2020 سيكون هناك اتحاد، وأنا لست ممن يدعو إلى قيام الاتحاد قبل أن تكتمل البنية التحتية. نعم. سواء كانت القطاعات الإنتاجية أو حتى على مستوى لحفظ التشريع لحفظ الاستدامة. نعم. هذا الاتحاد. الأمر الآخر أيضا أنه القطاع الخاص في منطقة الخليج حينما يعاب على ذلك، وهو ليس عيبا، العيب في إدارة الملف الاقتصادي في الدول، لأنها القطاع الخاص يبحث عن الفرص المتاحة له. هناك قنوات حجبت عن القطاع الخاص، هناك الكثير من مجالات الاستثمار لم يتمكن القطاع الخاص من الوصول إليها. الآن أتت الرؤية 2030 وبدأت تتلمس احتياجات القطاع الخاص، يعني حينما تطرح مثلا نسبة لا تقل عن 5% من أرامكو للقطاع الخاص، وهذا يعني سيمتص كثير من السيولة وربما يأثر على سوق الأسهم بالنسبة لنا وفي المنطقة. الأمر الآخر أيضا القطاع الخاص يحتاج أيضا إلى مقود له، سواء كان على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. علينا أن نحرك القطاع الخاص فيما بيننا، لأنه الشراكات هي التي ستولد الاتحاد، ليست الحكومات. الحكومات هي اللي تشرع، ولكن التشريع القطاع الخاص يحتاج إلى تشريع منفتح، وإلى أيضا خصخصة الكثير من القطاعات التي لا تزال بأيدي الحكومات، والمملكة جزء من ذلك. صحيح. حينما يتحرر القطاع الخاص من التشريعات ومن المعوقات سيجد القطاع الخاص فرصته في المنطقة، وسنتحول من الاكتفاء الذاتي. يعني اليوم في الصحف أنه والله منطقة الخليج لا تؤمن إلا 50% من احتياجاتها الغذائية، هذا مؤسف جدا. صحيح. لكننا سننتقل إلى مرحلة أكبر من ذلك حينما نصدر، والتصدير هو جزء من معالجة خلل أسعار البترول حينما هوت إلى ما يقارب 30 دولار. نعم أستاذ سليمان، في هذا الشأن هل من المفترض إصدار تشريعات موحدة لكل دول خليجية تحفظ حقوق المستثمرين؟ أيضا هناك هيئة قضائية تم التوقيع أو الموافقة على إنشائها تتعلق بالقضاء للقطاع الخاص على مستوى دول الخليج مجتمعة، هل يجب توحيد هذه الأنظمة؟ أم من المفترض أن تبقي كل دولة على أنظمة الاستثمار فيها لو أنها كانت تتعارض مع دولة أخرى؟ طبعا بالنسبة للقوانين الاستثمار، إذا كانت دول الخليج تسعى إلى تكوين اتحاد خليجي فلا بد أن توحد القوانين. عادة في كل دول العالم المستثمر عندما يأتي ليستثمر في أي بلد، أول الأشياء التي تهمه التشريعات القانونية التي تحميه عند التقاضي.
نعم. الأمر الآخر محاربة الفساد، الشفافية، حركة الأموال، أن تكون هناك حرية في دخول وخروج الأموال، أسعار الصرف للعملات، الضرائب، كل هذه الأسواق، الانفتاح على الأسواق، ووجود اتفاقيات ثنائية بين هذه الدولة والدول الأخرى من أجل الضرائب ومن أجل الإعفاءات. نعم. هذه القوانين الأساسية لابد أن توحد. أما إذا كانت هناك أمور خاصة في بعض المناطق زي مثلا المملكة العربية السعودية، نعم، تعتبر مكة والمدينة أمر مختلف وخاص، يكون لها قوانينها الخاصة. نعم. سوف أنتقل إلى ضيفي من هنا من فيينا يحدثنا عن الاجتماع ما بين منظمة أوبك ودول الدول المنتجة من خارج المنظمة، دكتور فيصل مرزا مستشار الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في أوبك سابقا. أرحب بك معنا دكتور فيصل. في البداية أسألك عن هذا الاجتماع الذي صدر، هذا الاتفاق التاريخي الذي صدر بالأمس بين منتجي أوبك والمنتجين من خارجها، كيف تقرؤون هذا الاتفاق التاريخي؟ مرحبا أختي الكريمة، أهلا بك، أحييك وأحيي ضيوفك في الاستوديو وأحيي ضيوفك الكريم في الكويت وفي الدمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الهجوم وبعد الرسائل السلبية المبطنة من الإعلام النفطي الغربي المغرض، ها هم أعضاء أوبك وعلى رأسهم دول الخليج يحققون نجاحا آخر لأوبك خلال 10 أيام فقط من النجاح الآخر الذي تم في 30 نوفمبر. وطبعا كما هو معلوم ليس من السهل أن تدعو 13 منتجا للنفط من خارج منظمة أوبك على طاولة واحدة للاتفاق. صحيح. وتم اتفاق تاريخي بالفعل توزع فيه الحمولة، يوزع فيه الحمل ولو جزء من عبء توازن أسواق النفط الذي طالما تحملت منظمة أوبك لوحدها وبالأخص دول الخليج. وعندما نتكلم عن منظمة أوبك ودول الخليج نتكلم عن المنتج المرجح الأوحد وهو المملكة العربية السعودية وما لديها من طاقة استيعابية تقدر فوق 2 مليون برميل من الإنتاج الحالي. طبعا ليس من المستغرب أن يتواءم وأن يتناغم هذا الاجتماع التاريخي مع زيارة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز المنظومة الخليجية ودورها الإقليمي الكبير. ما يجعل أيضا اجتماع تاريخي للغاية أنه سيعزز الاقتصاد العالمي ليس فقط للدول المنتجة بل حتى سيساعد العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وهذا يرد على الإعلام النفطي الغربي أيضا أن الدول المنتجة للنفط ليس فيها ذاك الجشع مثل باقي المضاربين في أسواق النفط والذين هم طبعا يعملون لمصالح شركات النفط الكبرى. نعم تفضلي. نعم دكتور، ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الاتفاق الذي جرى بالأمس والاتفاق الذي جرى عام 2002 وتأثير هذا الاتفاق على أسعار النفط؟ نعم بالنسبة للاتفاق الذي جرى البارحة هو يذكرنا بالاتفاق الذي جرى في عام 2002. طبعا في ذلك الوقت التزم أعضاء أوبك بتخفيض 1.5 مليون بالبرميل يوميا، أما دول خارج أوبك فالتزموا بتخفيض تقريبا 460,000 برميل. طبعا ذاك الوقت دول خارج أوبك على ما أذكر كانوا روسيا والنرويج والمكسيك وعمان. هذه السنة النرويج ليست ضمن المجموعة. نعم. واتفاقية هذه السنة تقرر تخفيض 560,000 برميل من إنتاج خارج أوبك. ماذا عن أثر هذه الاتفاقيات على الأسعار؟ طبعا إذا رجعنا في التاريخ في عام 2002 مجرد عقد الاتفاقية في يناير 2002 صعدت الأسعار من 20 دولار للبرميل المستوى الأدنى إلى 34 دولار للبرميل في خلال 6 شهور الأولى. وهذا يجعلنا نطمح أن الأسعار سترتفع إن شاء الله من فوق 50 دولار للبرميل، لا نعلم إلى أين، ولكن الحد الأدنى للأسعار سيكون 50 دولار للبرميل والتي بدأت منه الاتفاقية، كذلك الحد الأدنى الذي بدأت منه الاتفاقية في عام 2002.
نعم. سؤال أخير دكتور، إلى أي مدى هناك أو سيكون التزام من الدول التي وافقت على تخفيض الإنتاج، إلى أي مدى ستلتزم بهذا التخفيض؟ أم البعض يعتبر بأن بعض الدول التي وافقت على تخفيض الإنتاج هي بطبيعة الحال سوف ينخفض إنتاجها نتيجة لعوامل أخرى، ولكنها شاركت بالاتفاق يعني لتوقيع أو للمساهمة في هذا الاتفاق التاريخي؟ نعم، سؤال جميل. كون 13 دولة من خارج أوبك تتفق وتجلس على طاولة الاتفاق، هذا بحد ذاته دعم معنوي وتعزيز لأسواق النفط منقطع النظير. ولكن طبعا مواقف الدول اختلفت على خفض الإنتاج، ولكن بغض النظر عن 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 مواقف تلك الدول، فهناك أنا أقسمها شخصيا ثلاثة أقسام. عندنا القسم الأول وهي التي أو الدول التي التزمت بتخفيض الإنتاج حتى من قبل الاجتماع، وهي روسيا وعمان والمكسيك وكازاخستان وأذربيجان. وإذا نظرنا إلى مجموع إنتاجهم نجد أن مجموع إنتاجهم 16.5 مليون برميل يوميا، وهذا ما يجعله من المنطقي تخفيضهم إلى 600 ألف برميل. هناك قسم ثاني وهي الدول التي تشارك ربما مشاركة رمزية أو مشاركة معنوية لأن إنتاجهم ضئيل جدا. وهناك قسم ثالث من الدول وهي المستفيدة من الاتفاقية ولكنها لم تشترك مثل النرويج والبرازيل. وسوف نرى في الأشهر الستة القادمة مدى التزام هذه الدول وجديتها، ونعد التاريخ أيضا لعام 2002 ونجد أن الدول أغلبها التزمت بالاتفاقية خلال طيلة العام. هناك فقط تقريبا المكسيك انسحبت من أول 6 شهور، ولكن باقي الدول انسحبت. والأسعار أعود وأكرر، الأسعار لم تنزل عن الحد الأدنى وهو 20 دولار للبرميل. نعم. من عام 2002. فلعلنا الآن في عام 2017 إن شاء الله الأسعار لا تنزل عن 50 دولار للبرميل بإذن الله. دكتور فيصل مرزا، مستشار الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في أوبك سابقا، كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. دكتور مصعب، أعود إليك وأعود إلى زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الكويت. هناك قضايا عالقة كما أشرت قبل قليل، على سبيل المثال مصفات الخفجي. هذه الأمور العالقة إن صح التعبير بين المملكة والكويت على المستوى أو من الناحية الاقتصادية، ما أثار حالتها على الاقتصاد أو على هذا الترابط الاقتصادي ما بين المملكة والكويت؟ شكرا لك أختي كلير على هذا السؤال. نعم. طبعا هي ليست عالقة بمعنى عالقة، ولكن يوجد حلول تم الاتفاق عليها بخصوص حقل الخفج المشترك، ونتمنى أن تنفذ هذه الحلول في الوقت القريب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد بين الدولتين اللي هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وطبعا مصفات الخفجي لها دور كبير في الاقتصاد في المملكة وفي دولة الكويت، وأيضا لها دور كبير في تعزيز الموارد البشرية. نعم. صوت واضح. وخلق الوظائف. نعم نسمعك دكتور، تفضل. في تعزيز عمل الموارد البشرية في كلا الدولتين، وهذا يحقق اللي هو التشغيل الكامل للاقتصاد، ونتمنى أن يكون له فائدة على دولة الكويت ودولة السعودية المملكة العربية السعودية. نعم. شكرا. نعم. أستاذ داود، أعود إليك وأسألك أيضا فيما يتعلق بالقطاع الخاص الخليجي، وبيعني من خلال عملكم في هذا المجال، ما هي الأبرز معوقات التي تواجه تطور القطاع الخاص والتي تعمل القيادة والمشرعون على حل حالتها؟ والله احنا كقطاع خاص قاعد نتحرك على هذا الجانب بيننا وبين يمكن بالتعاون مع قطاعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، ان احنا نحاول ان احنا نفتح الاسواق على بعض، والتعاون من خلال العوامل المتوفره يعني والموارد والامكانيات المتوفره. لكن مثل ما ذكروا الاخوان، فعلا احنا نحتاج الى عمل بعض التشريعات المشتركه اللي نحتاج فعلا ان احنا نطور في هذا المجال بشكل اكبر، ليتسنى علينا التغلب على التحديات اللي نواجهها كقطاع خاص. القطاع الخاص يمكن أكثر الأمور المؤثرة عنده اللي هو فتح الأسواق من خلال سهولة عبر الجمارك والأمور المتعلقة في الضرائب وغيرها من الأمور الأساسية في نقل البضائع وغيرها.
أما الأوامر العوامل الأخرى اللي هو توفر الأراضي، يمكن في بعض الدول وإحنا واحدة من الدول اللي عندنا قصر في بعض الأراضي المتوفرة في الكويت لإقامة بعض المشاريع الصناعية الكبيرة، أتوقع نحتاج تعاون كبير من دول مجلس التعاون، أيضا نستفيد من بعض الأراضي لإقامة مشاريع ضخمة وكبيرة في دول مجلس التعاون إذا كان هناك سهولة في بيئة الأعمال المتوفرة وربط بيئة الأعمال مع بعض كدول مجلس التعاون لإقامة هالنوع من الأنشطة. ومثل ما ذكر الأخ أيضا الموارد الغذائية والتصدير اللي قاعد يصير على مستوى والاستيراد اللي قاعد يصير على مستوى دول مجلس التعاون كبير جدا، ونحتاج ان احنا فعلا نأمن لنا الامن الغذائي مشترك بين دول مجلس التعاون. هناك العديد من الدول الخليجية عندها اراضي خصبة ممكن اقامة العديد من الانشطة الزراعية والغذائية بشكل خاص. نعم. واحنا ككويت اكيد نسعى في ان احنا ندخل في الاسواق الخليجية بشكل اكبر، والخليج أيضا مكاننا مفتوح لإقامة المشاريع الممكن إقامتها ومواردها متاحة في الكويت. نعم أستاذ ناصر، أعود إليك. زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الدول الخليجية أتت بالتزامن مع اتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج الأسبوع الماضي، أيضا بالأمس اتفاق منظمة أوبك مع منتجين خارج منظمة على تخفيض الإنتاج. ما أهمية هذا الدور الذي تلعبه دول الخليجية في تحقيق الاستقرار في أسعار النفط بعد أن كانت تاركة الأسواق هي من تتحكم بالأسعار؟ قررت الآن أوبك أن تتدخل وتخفض الإنتاج لعودة الأسعار إلى الارتفاع. البترول كسلعة اقتصادية لكنها لا تتحكم فيها العوامل الاقتصادية. العوامل السياسية أو الجيوسياسية هي التي تتحكم فيها، والقرارات السيادية في العالم عادة ما ترتبط بمثل هذه السلعة العالمية. المملكة العربية السعودية للتاريخ في القرون الأربعة حتى اتفاق فيينا بالأمس، المملكة العربية السعودية هي اللاعب الرئيسي في سوق النفط، ولكن لاعب معتدل يعمل على توازن العرض والطلب فيما يتعلق بالأسعار أو ما يتعلق. وسميت في فترة من فترات واستمرت هذه التسمية أن المملكة العربية السعودية هي العضو المرجح، سواء كان في الأسعار. كانت المملكة ضد ارتفاع الأسعار إلى 140 دولار، إلى صحيح كانت ترى أن من 80 إلى 90 ثم من 70 إلى 80 أنها القيمة العادلة. كانت أوبك في الفترة السابقة الاجتماع الأخير السنوي تحديد أسعار البيع في العام التالي، تخلت عن هذه السياسة وتركت السوق للعرض والطلب. صحيح. المملكة العربية السعودية نظريتها أو نظرتها وهي في الأساس نظرية أنه يترك السوق لعوامل العرض والطلب حتى يقتنع الجميع ويجتمعون على طاولة بضرورة الاتفاق. بضرورة الاتفاق حينما كان هناك يعني ضغط دولي على المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بممارسة دورها أو قيامها بدورها كعضو في الأوبك وهي العضو الرئيسي في السوق العالمية. نعم. طلب منها أن تتخذ خطوة، لكنها لم ترى المملكة حتى يتفق الجميع على البيت أوبك أن يجتمعون، ورفضت حضور فيينا حتى يتم الاجتماع داخل أوبك. صحيح. أقنعت دول مجلس التعاون الخليجي، ودول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة في سياستها، ولكن هناك دول عربية مع الأسف ودول أيضا من المنطقة لا تريد أن يكون الوفاق في السوق النفطية، لأنها هي التي ستلعب دور حتى وإن كنت أخشى أنها لن تلتزم بالاتفاق. نجاح السوق البترولية في 17 و18 إلى 20 وهي الدورة ما قبل نهوض السوق ستكون مرهونة بعاملين. العامل الأول هو تفعيل لجنة المراقبة. نعم. والأمر الآخر التزام الدول التي وقعت على الاتفاقية، بالرغم من أنه سيكون هناك كما هو متوقع من 120 إلى 150 ألف برميل من الدول التي ربما تخرج عن السياق لكنها لن تؤثر على السوق. طالما أن الاتحاد السوفيتي ومع ثلاث دول يعني أو روسيا طالما أنها التزمت ورأت أن من مصلحتها، لأن تكلفة البرميل في روسيا يقارب 70 دولار بينما هو في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة أقل بكثير، يعني يقل من 10 دولار 7 إلى 8 دولار. فبالتالي الآن هو الاتفاق لمصلحة الجميع،
والمستفيد الأول هو الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى شيء من الانفراج وشيء من الانفتاح. المملكة أرسلت رسائل فورا بعد اجتماع الأمس للدول شرق آسيا بالإبقاء على حجم استيرادها، وتخفيضها يأتي في النطاق الغربي ليكون هناك تأثير من الدول مباشر. نعم مباشر على احتفاظ دول أوبك وخارجها بالاتفاق. نعم. وهذا ما نتأمله إن شاء الله، وهذا هذا هو دور سعودي 100%. نعم تأكيدا على هذا دور سعودي. أستاذ سليمان، وزير الطاقة السعودي المهندس الفالح أشار إلى أن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي سوف يؤثر أو سيوسع دائرة التعاون بين هذه الدول المنتجة من داخل أوبك وخارجها لتوازن الأسواق على المدى البعيد. هذا التوازن رهن بأية عوامل؟ ما مدى التزام هذه الدول بتخفيض الانتاج بالفعل؟ طبعا الاتفاق الذي تم بين منتجي النفط سواء داخل أوبك أو خارج أوبك على تخفيض حوالي 1,760,000 برميل مرهون بعامل أن تلتزم كل دولة بما اتفقت به. طبعا لابد أن يكون هناك خروقات، ومن التجارب السابقة في الزمن السابق مثلا في منتصف الثمانينات عندما كانت السعودية هي المنتج المرجح كما ذكر زميلي، وخفضت إنتاجها إلى حوالي مليونين برميل، الأسعار لم ترتفع بالشكل المطلوب بسبب أن الدول الأخرى قامت بسد الفجوة في 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 النفط ورفعت إنتاجها لسد ما قامت السعودية بتقليصه. طبعا لابد أن يكون هناك مراقبة للإنتاج، مراقبة للكميات التي تم الاتفاق عليها، وأن تلتزم كل دولة، لأنه ليس من مصلحة الدول أن تنخفض الأسعار سواء المنتجة أو حتى المستهلكة، لأنه على المدى الطويل سيقل الاستثمار في قطاع النفط وفي تطويرها، مما يؤثر على إنتاج الدول ويعاود حركة ارتفاع الأسعار مرة أخرى. السعودية في زمان الأوبك كانت تهتم بمسألة الحصص والأسعار، الفترة الماضية كانت تلتزم أوبك دول أوبك بكل دولة متمسكة بحصتها، وعندما رأت أنه الآن في فوائض كثيرة جدا من النفط لابد من الاتفاق على تخفيض الإنتاج، لابد من التزام جميع الدول حتى يكون هناك ارتفاع للأسعار. ومتوقع إن شاء الله في 2017 أن تكون في بحر $60 من أجل مصالح المنتجين أو حتى المستهلكين والسوق الاقتصادية والنفطية بصفة عامة. أستاذ داود أعود إليك، إن كانت الدول الخليجية تتفق على الالتزام بتحقيق رؤية بعيدة المدى على سبيل المثال المملكة ورؤية المملكة 2030 للابتعاد عن الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل، كيف يمكن بالفعل تحقيق هذه الرؤية الخليجية إن كنا نتفق على أن هناك رؤية خليجية بتنويع مصادر الدخل ودور القطاع الخاص فيها؟ أعتقد أن احنا وصلنا ل يعني منحنى تبينت فيه أن الرغبة الخليجية مشتركة في هذا الجانب، وكل دول الخليج تبحث عن تنوع مصادر الدخل، وإن كانت بعض دول الخليج السابقة بعض الدول الأخرى في هذا الموضوع، لكن الرغبة هذه الآن تحتاج إلى جهود تنفيذية وبعض إصلاحات في التشريعات لتسهيل عملية الدفع في الإسراع في العجلة التي تحتاجها دول الخليج فعلاً لأن تنفذ هذه المطالب. لكن اليوم الرغبة موجودة، التشريعات تحتاج بعض الإصلاحات البسيطة، التنفيذ يقف الموضوع على دور التنفيذ من الجهات الحكومية المسؤولة، وخلاص ننطلق إلى فعلا في التنفيذ للمشاريع اللي تحتاج فعلا وتعمل على تنويع مصادر الدخل، ولن يبقى النفط ليكون المصدر الرئيسي فقط في الخليج. ستكون دول الخليج إن شاء الله مع رؤية الخليج بشكل عام ولا تقتصر على دولة واحدة، فعلا رؤية تبحث عن تنوع الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل في اقتصاداتنا الخليجية ليكون اقتصاد صلب إن شاء الله في السنوات القادمة. نعم دكتور مصعب، أعود إليك، عندما نتحدث عن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والكويت، ما هي أبرز القطاعات التي تعتبر قطاعات واعدة للمستقبل وفرص للاستثمار؟
طبعا القطاع الخاص هو من أفضل القطاعات للاستثمار سواء داخل المملكة العربية السعودية أو داخل الكويت أو داخل جميع دول الخليج. القطاع الخاص هو قطاع واعد، ودولة الكويت هي نموذج للعمل في مجال القطاع الخاص والاستثمار فيه، ونتمنى أن يعني يكون في تبادل خبرات بين دول الخليج حول القطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول العمل أو طريقة عمله. نعم أستاذ ناصر، قبل أن يداهمنا الوقت، نقطة أخيرة تود أن تذكرها لم نذكرها بالشكل المطلوب؟ في سياق الملف البترولي، لأن البترول هو المحك الرئيسي في الوقت الحاضر للاقتصاد العالمي، ورسالة أوبك ورسالة المملكة في هذا الشأن واضحة. نعم. ليس تسريبا لمعلومة وليس استباقا لما يمكن أن يحدث، ولكن الواقع يقول أن هناك دعوة خليجية. نعم. لتأكيد وتثبيت هذا الاتفاق. ثم ما هو ما بعد الاتفاق؟ صحيح. مرحلة أخرى أن يكون هناك تعاون بين منظمة أوبك كمجموعة وأيضا المنتجين والمصدرين من خارجها. نعم. ليكون هناك أولا حفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي، وبعيدا عن الأزمات، لأنه أيضا البترول ربما يصل في مرحلة من المراحل إلى صدام، ودول الرئيسية في العالم تخشى مثل هذا الأمر، والمملكة هي التي تحمل هذه الدعوة وتحث العالم على تحمل مسؤولياته تجاه الاقتصاد العالمي. نعم أستاذ سليمان، نقطة أخيرة تذكرها قبل أن نختم؟ أتمنى إن شاء الله أن تسرع دول الخليج عملية تطوير سواء التشريعات أو البنية التحتية أو تشجيع قطاع الخاص من أجل أن يقوم بدوره. نعم. مع إن شاء الله ثبات أسعار النفط وارتفاعها إلى أحسن إن شاء الله. شكرا لك أستاذ سليمان العساف، مستشار اقتصادي. شكرا جزيلا لك. الأستاذ ناصر قرعاوي، رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر ضيفي من الدمام الدكتور مصعب الذيب، أستاذ في الإدارة المالية وخبير استراتيجي، ومن الكويت كان معنا الأستاذ داود معرفي، عضو الاتحاد الخليجي لريادة الأعمال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حسن متابعتكم، نلتقي غدا بإذن الله بنفس التوقيت، كنوا دائما على موعد.